يوم بهالعيد مع أنه المسيح جل على طور سابور يلي هو منه كتير بعيد من عنا هون، ولكن في نقطة في عنا النبي إلياس وفي عنا النبي موسى، هودي يلي منقدر منقولن أنه التقوا على هالجبل تياخدوا من هالنور يلي هو المسيح. وبالتالي منلاحظ أنه كيف موسى طلع على الجبل ورجع بسلام مع لوحي العهد، كذلك نعرف أنه النبي إيليا رجع وطلع، شو طلع معه؟ رجع حقيقة الله ما ظهر إلا في نسيم لطيف، معناها أنه ريحوا لنبي إلياس. عم نحتفل بعيد التجلي. عيد التجلي هو ذكرى أو احتفال عم نرجع نعيش فيه الحدث اللي عاشه سيدنا يسوع المسيح على الجبل وقت اللي تجلت صورة الله على وجهه. بتحكي لنا هاي القصة إنه السيد المسيح قبل آلامه أخذ ثلاثة من تلاميذه وطلع فيهم على جبل طابور، وهنيك تجلت صورة الله على وجهه ليشوفوا مجد الله وقوة الله، لحتى بعد شوي بس بده يتألم ويشوفوه عم يتوجع على الصليب يضل عنده الرجاء ويضل عنده الأمل إنه في قيامة. هلأ مع كل قسوة الحرب الشرسة الظالمة اللي عم تمر على بلدنا الغالي، ومع كل أسوة الحصار أيضاً الاقتصادي الخانق، أهل هذه المدينة أخذوا قرارهم منذ البداية بالصمود، أخذوا قرارهم منذ البداية بالمحافظة على تراثهم وعلى عاداتهم وتقاليدهم، وما نراه اليوم هو تجلي حقيقي لهذه الممارسات للحفاظ على هذا الإرث. هذا تعبير كبير عن التمسك بالأرض والصمود وتشبث بعاداتنا وتقاليدنا وإرثنا. كل عام وكان اسنا الشرقية والغربية بألف خير. ببعث من هون من هيدا المنبر رسالة محبة لجيشنا العربي السوري، وبترحم على شهداء الجيش العربي السوري، وبقلكن نحن هون عم نأكد أنه نحن شعب مشرقي، من هذا المشرق جئنا، هون جزورنا، ومن هالبلد ما منفل وما منترك بلدنا وما منترك أرضنا.